نشرت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم الأربعاء 16 سبتمبر خبرا مثيرا لجدل عنونته باعتقال مضيفة قدمت فتاة لشقيقها في عيد ميلاده لاغتصابها بعد تخديرها. وذكرت الصحيفة أنه تزامنا مع فاجعة الطفل عدنان التي هزت مشاعر كل المغاربة بعد اغتصابه وقتله من طرف شاب بمدينة طنجة، تنفجر فضيحة أخرى بمدينة تمارا إثر استدراج وتخدير واغتصاب فتاة قاصر بعدما تمت دعوتها لحضور حفل عيد ميلاد. وأوردت اليومية أن بطلة هذه الفضيحة هي مضيفة طيران عمدت إلى توجيه دعوة للفتاة بغاية تقديمها لشقيقها احتفاء بعيد ميلاده، وهو ما تطور إلى افتضاض البكرة والحمل. وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط قد وجه مساء الاثنين الماضي تهمة لمضيفة الطيران وهي المشاركة في هتك عرض قاصر والتسبب في حملها قبل إحالتها على القاضي التحقيق في حالة اعتقاله، ملتمسا منه تعميق الأبحاث حول التهمة الموجهة إليها. وقد أحيلت المتهمة إلى سجن العرجات بسلا مساء نفس اليوم في انتظار العثور على شقيقها الذي نفذ عملية الاغتصاب وندى بالفرار إلى وجهة مجهولة. وحسب مصادر الأخبار فإن هذا السيناريو الإجرامي دبرته مضيفة الطيران العشرينية استنادا إلى تصريحات الضحية القاصر. وأوضحت المعطيات ذاتها أن المضيفة وجهت دعوة للفتاة الضحية من خلال استئذان والديها لحضور عيد ميلاد شقيقها. مصادر اليومية كشفت أن الضحية تم استدراجها بغية تقديمها من طرف المضيفة العشرينية إلى أخيها، حيث أكدت الفتاة القاصرة أنها سقطت في فخ تخدير من تدبير الشقيقين معا. وأفادت مصادر الصحيفة أن المضيفة عجزت عن التبرير عقب مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها والتي بيّنت التحريات أنها متورطة في غالبيتها من استدراج الضحية والمشاركة في إعداد وتنفيذ سيناريو الاغتصاب الذي نتج عنه حمل مؤكد بتقارير وخبرات طبية.